اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. طاجن التورلي بتختلف فيه قواعد كتير ومدرسه المطبخ، وكل ست بيت تعمله بطعم مختلف وبشكل مختلف. هل نحط اللحمه نيه مع تشكيله من الخضار من خير ارضنا، ولا اللحمه تستوي وبعدين نحط عليها الخضار؟ أسئلة كتير والإجابة مختلفة مع خبرة طهوية. هنعمل طاجن خضار النهاردة تورلي مع لحمة ضاني كندوز حسب اللي موجود عندك. معانا سلطة الخيار. دايما أنا بحب الخيار يتعمل في البيت، نصيحة مني الخيار البلدي، تجيب الخيار اللي ما فيهوش مية كتير وتجيبيه تعمليه مخلل في البيت أو تعمليه السلطة، بيساعد على الهضم بقيمة غذائية عالية جدا، مفيد جدا للقولون للجهاز الهضمي، المشاكل اللي عندها قرحة، كل ده الخيار مفيد. هنعمله سلطة النهاردة بطريقة جديدة، هنشوف نعمله إزاي. نيجي بقى الفيتامين سي. فيتامين سي مش محدودة عند البرتقال واليوستفندي وبس، الجزر كمان غني جدا بفيتامين سي، فهعمل كيكة النهاردة بالجزر والزبيب، والزبيب منتج جيد جدا للسكريات، فخلونا نستفيد بيه، لأن الزبيب دايما بنشوفه في الشهر الكريم بيتحط مع اليميش وبس، أو جوه صينية بسبوسة، إنما إن أنا أعمله كيكة بالجزر والزبيب وتركاية المغازي بالتأكيد فيه جديد، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وأسرار عمل الكيكة خاصة لو فيها جزر فيها سوائل ما تهبطش منك إزاي. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعت النهاردة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل السادة المشاهدين اللي تابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هنطلع فاصل صغير أو اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا أبو الشيف. تعالوا مع بعض خط سير الحلقة. في أكلات بتاخد وقت كبير من الحلقة معايا فلازم أنظم وقتي. طاجن التورلي يعني لحمة تستوي يعني خضارة يتقطع، فيها شغل كتير، ومعايا كيكة بالجزر محتاجة طايم في الفرن مش أقل من 30 دقيقة تقريبا. فخلونا الأول نحط اللحمة على النار تستوي، وعلى ما تستوي نكون عملنا الكيك. أنا عايزك تنظمي وقتك كده زي ما أنا شغال في المطبخ. مقادير طاجن التورلي باللحم الضاني على الشاشة أو الكندوز. لحم حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن يكون كيلو نص كيلو. معانا تشكيلة من الخضار، كوسة مفيدة للقلب، جزر فيتامين سي ومفيد جدا للألياف بتاعته، معانا بسلة سكريات للسيدات الحوامل منتج غني جدا للسكريات بتاعتها، ومعانا بطاطس وبصل وتوم والطعم الحلو من إيد الشيف المغازي اللي هي البهارات الجميلة، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. تعالوا نشوفوا إيه التركية بتاعت المغازي لعمل طاجن تورلي. كلنا بنعمل التورلي، ولكن انا هعمله النهارده بطريقه مختلفه. معلقتين من زيت الزيتون معاهم مكعب من الزبده يساعد على احمرار البصله سريعا. فين الزبده؟ حلو قوي. ممكن نحط الزبده والسمنه. جيبوا لي زبده يا شباب. حلو قوي، معلقه سمنه بديل للزبده، هي نفس الغرض. المادة الدهنية مع الزيت بتساعد على احمرار البصلة وتديها لون بسرعة قبل ميتها ما تنشف، وده اللي أنا عايزه. بصلية ناعمة تحمر كده، وهي بتتحمر يديها البهارات بتاعتها عشان ريحة البصل وريحة الصالون وريحة الشقة وريحة البيت وريحة ملابسك وهدومك. يعني انا بخش المطبخ بتقعد ريحه البصله في اللبس بتاعي فتره طويله لغايه لما نغير. والله بصل بنعمل مثلا طشه حلوه، ادي البهارات اهي، اصبح هنا المطبخ الريحه بتاعته مختلفه. ننزل باللحمه بتاعتنا اذا كانت ضاني او كندوز حسب الرغبه بالشكل ده كده، اللحمه تاخد صدمه ناريه وحته لحمه ملبسه تبقى حلوه، يبقى الطاجن التورلي له طعم غير ما تجيبي حته لحمه مثلا ما فيهاش دهون. عندك حته ليه في التلاجه باقيه عندك، واحنا بنخزن الحاجات دي على فكره، الحاجات دي معانا على طول في الريف المصري والصعيد المصري، دايما تجيبوا الليه يقطعوها ويخزنوها في الديب فريزر. طلعي حته ليه حلوه ضاني حطها جوه حته اللحمه وهي بتستوي تبقى لطيفه وزي الفل. نقلب اللحمه ده كده مع البصلايه والتومه بتاعتي
الله، ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. انا هسيب اللحمه تستوي وتاخد راحتها خالص بالتوابل بتاعتنا بالشكل ده كده، على ما اشوف ايه اللي عندي تاني. عندنا في المنيو بتاعنا كيكه الجزر بالزبيب، وهعملها بطريقه جديده النهارده، وفرصه كبيره ان ولادك بيروحوا المدارس تقطع لهم شريحه منها، جوزك رايح على الشغل شريحه حلوه مع كوبايه شاي كوبايه قهوه، هيتنوا طول النهار فاكرك. انا لما اروح على السوبر ماركت ولا اروح مثلا اشتري حاجه من الحاجات المجففه والمعلبه مش لطيفه. ننزل باللحمه بتاعتنا بالميه، انا اسف اهو ميه مغليه، وعايز شويه شوربه حلوين عشان طعم الترلي يبقى حلو، واسيب اللحمه دي تستوي. مخرجنا الجميل كده، ايه الحلاوه دي. دايما لما تكوني بتسوي لحمه انزلي بالميه مغليه على اللحمه، تكسبي وقت في المطبخ. دقيقه وهتلاقيها بتغلي. حلوه قوي، خلصنا من اللحمه. تعالوا نخش على اللي بعده، ازاي اعمل كيكه بالجزر والزبيب. مقاديرها على الشاشه بعد ما اروق مطبخي كده زي الفل. معانا جزر، هنحط عينيا هحطها قدام سعادتك ايه زي الفل. جزر، زبيب، مقادير من الزيت نص كوب، نص كوب من السكر لان عندي الزبيب فيه سكريات والجزر فيه سكريات. معانا من الحليب واحد كوب، معانا البيكنج باودر والبيض بتاعنا طالع من التلاجة قبلها مسبقا ب 10 دقايق او بربع ساعة. والدقيق طبعا عصب الكيكة او عصب اي كيكة بنعملها. المقادير قدام حضراتكم على الشاشة، والصورة الحلوة على شاشة القناة الأولى تتحدث عن نفسها. حلوة أوي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي كيكة بطريقة سهلة وخاصة للمبتدئين في المطبخ. يا شيف مغازي الكيكة بتهبط مني، لو هعملها بتفاح، هعملها بالبرتقال، هعملها باليوسفي، هعملها بالجزر، عشان بيبقى فيها سوائل. واحدة واحدة مع بعض كده، اللهم صل على النبي. بنجيب بولة لطيفة زي الفل. خلونا كمان نجيب القالب اللي هنشتغل فيه، ده القالب. بتتهنيه زبدة أو سمنة. ممكن يكون قالب مستطيل أو قالب مربع حسب الرغبة. أولاً المواد السائلة هنا البيض. وإحنا بنشتغل في الكيكة كده الشيف المغازي هيقول شوية حاجات معلومة غير معلومة. البيض لما يطلع من التلاجة قبل ما اشتغل بيه ب10 دقايق بربع ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ده بيساعد على هشاشة الكيكة بتاعتك وتبقى إيه؟ زي الفل، ما تهبطش منك. أدي البيض أهو زي الفل. شوية بابريكا، شوية كركم حلوين يدوا طعم حلو للشوربة بتاعتي. ما ننساش الملح والفلفل والكمون والكزبرة. شايفين البيض؟ ما خدش دقائق معدودة، ما خدش دقيقة. إداك الشكل الحلو ده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. حتى ذوبان البيض سريعا او خفقه سريعا بدون اي مجهود، بحط السكر على البيض واخفقه جيدا. دي من اسرار عمل الكيكه زي الفل. ابدا احط اي حاجه بعد كده. معانا حليب اهو، اللهم صل على النبي. معانا زيت اهو زي الفل. رشه ملح صغيره، فين الملح يا شيف؟ اهو اهو، مهمة جدا، رشة ملح صغيرة اهي. وأقلبهم كده وأخلي دول على جنب. دي خطوة لأي كيكة بتعمليها، بتعمليها بالتفاح بقى، بتعمليها بالجزر زي ما أنا بعملها دلوقتي، مفيش أي مشكلة. الخطوة التانية معانا دقيق، هنخليه هنا كده جنبينا، نحط على الدقيق ده البيكنج باودر بتاعنا. ولازم البيكنج باودر وأنا شغال مخرجنا الجميل. احنا فينا طبيعة بننزل نتسوق نجيب الخميرة ونجيب البيكنج باودر نخزنه في دراج التلاجة في دراج المطبخ فترة طويلة وأيام كثيرة، ونيجي نعمل كيكة نكلف وفي الآخر ما تطلعش مظبوطة. السر فين؟ نحط إيدينا على المشكلة، إن الخميرة ممكن تجيبيها تتركن فترة طويلة ما تشتغلش معاكي. كذلك البيكنج باودر بياخد رطوبة، فأنا أضمن الموضوع إزاي؟ بجيب البيكنج باودر بحط عليه مية فار زي الفوار كده، زي القرص الفوار بتاع فيتامين سي. اعرف ان البيكنج باودر بسلامه وامان وزي الفل. محلك سرك كانك بتدوبه شويه سكر، اعرف ان البيكنج باودر ملوش اي لازمه، فالكيكه هتهبط معاك. حلو الكلام؟ قولي حلو الكلام بس كده. البيكنج باودر على الدقيق.
زي الفل. نقلب البيكنج باودر على الدقيق، دي الخطوه الثانيه حتى نضمن هشاشيه الكيكه وما تهبطش معانا. حلوه قوي. الفرن عندنا ايه درجه حرارته؟ 180. قبل كل حاجه تولعي الفرن. ادي البيكنج باودر مع الدقيق، الفانيليا مع البيض، حتى زفاره البيض مفيش. ده فانيليا بس. حلو قوي. عايزه تعملي الكيكه بايه يا ست الكل بقى؟ تعمليها بالزبيب والجزر، عينيا. عايزه تعمليها بالبرتقال او اليوسفي، عينيا. اللهم صل على النبي. نجيب القالب، والقالب غالب. ادي القالب بتاعنا اللي زي الفل. هناخد اول حاجه كده مقدار الدقيق، ننزل بيه هنا كده مخلوط بالبيكنج باودر. خلي بالك الجزر فيه سوائل، طالما فيه سوائل يا ست الكل بتقللي هنا السوائل زي الحليب. ونقلب دول مع بعض كده، مع الحليب مع السكر مع الفانيليا. نزلت بالدقيق. واتاكد ان دول دابوا كده. شايف الخليط ده؟ القوام ده لازم يكون بالقوام ده، بالكثافه دي، عشان هيخشوا جزر وزبيب. خلي بالك في سؤال جالي على السوشيال ميديا وانا بتابع الصفحه كده، اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى، يا شيف مغازل لما بعمل الكيك انجلش كيك، انجلش كيك يعني بفواكه مجففه، بيتحط له زبيب، بيتحط له مشمش، بيتحط له شوكولاته، الحاجات دي كلها، بنلاقي الفواكه عايمه على وش الكيكه، انا عايزاها في قلب الكيكه زي ما بشتريها من بره، اعمل ايه؟ اللي انا هعمله في الزبيب دلوقتي هتعمليه في نفس الفواكه المجففه. كده الكيكه امرها انتهى تقليبه زي الفل. باخد هنا بجيب المقدار بتاعنا ده كده اهو، زي الفل. واخد بقيه الجزر اللي هنا بحطه هنا كده، الزبيب بتاعنا، كميه الزبيب اللي انا هحطها، شوف هعمل ايه دلوقتي بقى حالا وانت معايا. باخد الزبيب ده كده بحطه هنا، اللهم صل على النبي، واحط عليه يا مغازي شويه دقيق. تركايه ايه بقى؟ الفواكه المجففه تغلف بالدقيق. لان الدقيق بيخليها عامله ايه بقى؟ انا ما بعرفش اعوم في الميه، ما بحبش الميه بصراحه، يعني بروح اصيف مع الولاد بقعد كده ايه يعني واتفرج عليهم وزي الفل، مش يعني بخاف، ما بعرفش، ما انا مش هواه سباحه اتكلم الصراحه. فلو هنزل الميه بلبس البتاع اللي هو اللي ما خلناش اسمه يا شفيق، التوج ده، توج النجاه. فالدقيق ده توج النجاه اللي بيخلينا نعوم من غير ما نغرق. فالدقيق هنا مش هيخلي الزبادي اللي مش هيخلي الزبيب يعمل ايه يا عم الشيف؟ يطلع على الوش. بالشكل ده كده. ده الدقيق. حلو الكلام، ننزل بيه كده. زي الفل. تعمليه مع اي فواكه مجففه بتشتريها وعايزه تعملي الانجليش كيك او الكيك بالفواكه المجففه. قلبتهم زي الفل تمام. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نقلب دول مع بعض. حلو قوي، فكره حلوه والله يا عم الشيف. الجزر هنا هيديني السوائل بتاعته، شفت التقليبه دي مهمه جدا. هاخد الخليط ده زي ما هو كده تقليبه كويس، واتاكد ان كله داب مع بعضه، الجزر مع الزبيب. قيمه غذائيه عاليه جدا، السكريات اللي موجوده في الزبيب، كلنا عارفين الزبيب ده عنب مجفف، والسكريات اللي موجوده في الجزر مفيده. ناخد الخليط ده كله يا عم الشيف زي ما هو كده اهو، واجيب القالب بتاع الحلو ده كده اهو، وانزل بيها هنا كده في النص. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كيكه شكلها اللون البرتقالي على فكره بيفتح الشهيه. تعالي بقى اشتري القالب الكيك ده من بره، تدفعي فيه مبلغ وقدره، مش عارف كام بس مبلغ كبير يعني، مش هيكون بنفس الطعم ولا بنفس التكنيك ولا القيمة الغذائية اللي انت عارفة المحتوى بتاع الحاجة اللي عاملاها دي، مهمة جدا على فكرة اهو. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف،
بدخل الكيكه دي في قلب الفرن فين مكانها بقى؟ مع مخرجنا الجميل واساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري. هناخد القالب ده كده ونفتح الفرن. لازم الفرن تبقى درجه حرارته 180 مسبقا. اهو صلى على الحبيب قلبك يطيب. انا مجهز الفرن معايا اهو، بهزه الهزه دي كده اهو، واخده زي ما هو كده اهو. يلا اهو هو ده مكانه، على ارتفاع 3 سنتي تقريبا من درجه حراره الفرن او من ارضيه الفرن. اهو يلا خلونا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل طاجن تورلي بلحمه كندوز او ضاني حسب الرغبه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. احنا بنعمل طاجن تورلي النهارده، احنا شطار في عمايله، بس الشيف المغازي بالتاكيد بيفيدنا بمعلومه غير معلومه وبتركية بتاعته الحلوه اللي بتقدري انك تعملي طبق مختلف. هو ده الكلام بقى. طبعا انتهزت الوقت لان طبعا انا بيحكمني وقت هنا ولازم احترم الوقت اللي بيقول لي عليه مخرجنا. معايا بطاطس متقطعه كريات، كريات بالمصطلح الطاوي يعني مكعبات. معانا جزر ومعانا كوسه ومعانا بسله. كيس البسله بتشتريه من اي سوبر ماركت تاكدي من حاجتين، ان في تبريد في الثلاجه او الديب فريزر اللي بتشتري منه، ثانيا البسله لونها اخضر، لونها مسود يعني فكت من الثلاجه ورجعت الثلاجه تاني. ادي الخضار معانا جاهز زي الفل. على النار حته اللحمه الحلوه مستويه ملبن، جواها فلفل زي ما هو، فيها الطعم فيها التوابل. زي ما انا شغال كده اضمن ان هي تقريبا استوت. باخد البطاطس بتاعتي، حلو الكلام، ومعانا الجزر، ومعانا كاميرا حلوه، ومخرج شاطر بيحب الالوان الحلوه وهي نازله في قلب الحله اهو، والبسله ما بتنزلش في الحله بتنزل بره. حلو بتضحك وانا عارف. ناخد البسله كده زي ما هي، اللهم صل. انا بحب اول بسله مع الخضار المشكل، تحس كده في وسط الزحمه دي تلاقي لك حبايه بسله تحت اسنانك فيها سكر، زي الزبيب كده اللي بيبقى في قلب الرز اللي هو الرز بالخلطه. ايه الجمال ده؟ طاجن تورلي لطيف وجميل، معمول بقى بلحمه ضاني بلحمه كندوز زي الفل. ده لازم بعد ما يتقلب كويس ياخد الطعم ويتغطى كده زي الفل، كله يغلي مع بعض. طب ايه الجديد برضه يا مغازي؟ اصبر على رزقك يا طيب، في تركايه هنا مش موجوده غير عند الشيف المغازي بس وخلاص. على النار بنزوده شويه شوربه من اللي عندي ونسيبه ياخد غلوه زي الفل. عينيا نروق الترابيزه كده زي الفل. الخضار بيستوي على النار. شوف عايز اقول لك بقى في تركايه هنا بقى اهو مع الاساتذه المصورين، فص توم ني في قلب الطاجن هيشخلعه، هيخليه حاجه حلوه قوي وهيدلعه وهيخلي التست والطعم بتاعه جامد جاي زي ما هو. ما حمرتش التومه انا لان في تومه تانيه جايه اللي هي الطشه بتاعه التورلي اللي هي تومه وكزبره خضراء وزيت زيتون اهي في قلب الطاجن. حلو قوي يا شيف، زي بالظبط كده لما احط معلقه توم مفرومة ناعمة في وسط البرياني أو المندي بعد ما يستوي، يا ويلي بتلاقي شوية الرز تاكل صوابعك وراها، لأن التومة إنك تحمريها طعم وإنك تحطيها نية في قلب الأكل طعم تاني خالص. الطاجن زي ما هو كده هنغطيه ونسيبه على النار يبكبك. إيه عدل الطاجن ده يا عم شفيق؟ شوية رز بالشعرية بيتكلم مصري، رز مصري كوبايتين بياخدوا شعرية، وانا من الناس اللي بتحب الشعريه اكتر من الرز، يعني الشعريه غالب على الرز. فحلو الكلام، الشعريه عشان تحمري معاكي ما تبقاش واحده محمره وواحده مش محمره، بتحطي معلقه ملح في حاله لما بتحمري الشعريه على النار. شعريه زبده زيت سمنه زي ما تحمريها باي ماده دهنيه، وبعد ما بتحمريها بتحطي معلقه ملح في حاله التحمير او في حاله التقليب، تلاقي الشعريه كلها لون واحد زي هي موجوده على الشاشه. وجود ورده حمراء على طبق الرز بالشعريه بيعبر عن حاجات كتيره قوي، حبك للمطبخ، حبك لاولادك، حبك اللي حماتك جايه تتغدى معاكي. هي بطماطمايه يعني تكلفتها
ثلاثة تعريفة زي الشيف ما بيقول، ولكن لها معاني كتيرة قوي، لو خاصة لو على طبق سلطة أو طبق رز. يا نعم كل الأطفال الحلوين اللي بيحبوني، أنا بحط معلقة هريسة حلوة كده تخلي الطاجن ده طعم حلو. أهو هريسة حلوة، الهريسة اللي هي الفلفلة الحلوة، حطها دايما مع الخضروات أو مع الطواجن، هي مش سبايسي ولكن طعمها كده فيه شقاوة، في معاني كبيرة قوي بتخلي الطعم حلو. نغطيه تاني معلش، وتعالوا مع بعض بقى نعمل ايه، سلطة الخيار على الطاجن بتاع ما ياخد غلوة. مقادير سلطة الخيار بالثوم والنعناع على الشاشة. خيار بلدي حلو قوي، ومعانا ثوم ومعانا نعناع مفروم وعصير ليمون وزيت زيتون وشوية حب. ايه الحب؟ تقطيعك للخيار. لازم اقطع الخيار كله مقاس واحد بشكل حلو زي ما هو باين على الشاشه كده قدام حضراتكم. يلا ناخد الخيار هنا. الله. عيني. حاضر. هناخد بعدينا مع تقطيعة الخيار اللي لها معاني كبيره، ان انا اقطع طبق سلطه خضراء بشكل لطيف وجميل، دي معناته ان انا بعتني ومهتم بالمطبخ بتاعي وبضيوفي اللي انا عازمهم على الغداء. هنطلع فاصل صغير وبعد فاصل تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع تقطيع شوية نعناع بلدي. كنت أنا طرحت سؤال على السوشيال ميديا، إيه الفرق بين النعناع البلدي والنعناع اللي مش بلدي؟ النعناع البلدي من بلدي، النعناع اللي مش بلدي البذرة جاية مستوردة ما بقاش بلدي. حلو الكلام، الإجابة كتير جاوبهم، قال لك الورقة خشنة، الورقة ناعمة، النعناع البلدي في ريحة. النعناع البلدي ده موجود أهو زي الفل، أطفى زي الفل. شفت ازاي؟ دول زي ما هما كده على الخيار. الله، طالما حطينا نعناع. يا نعم عينيا، والله العظيم انا عارف انت عايز ايه، عايز تشوف الحلويات اللي في الفرن. صلى على الحبيب قلبك يطيب. فين الجزر هنا وفين الزبيب وفين الخبره الطهويه؟ وكيكه بتتكلم مصري في قلب الفرن، فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه اتعملت في اقل من دقائق معدوده في قلب الفرن. ايه التصوير الحلو ده؟ يلا قافل، يلا هو ده. تعالوا مع بعض نتبل الخيار بتاعنا. خيار متقطع، ثوم طازه، طالما حطيت ثوم طازه حطيت شويه نعناع حلوين علشان اللي ياكل من الخيار ده ما يشمش ريحه الثوم، وزيت زيتون. نعم حاضر. بص على الحلاوه. جيب بقى البكبكه دي وجيب الشغل الجامد ده. ده زيت زيتون. زيت زيتون مع الخيار، شويه خل حلوين كده، اللهم صل على النبي. زلزال في قلب الحله، تشكيله من خضار من خير ارضنا، جزر وكوسه وبطاطس وبسله. ممكن تحط قلقاس، ممكن تحط بتنجان مع الترلي، ابيض او اسود حسب الرغبه. نقلب دول كلهم مع بعضيهم. عايزين كمان عصره ليمون. ليه نشتري مخلل من بره؟ مش عارفين بقى اللي عمله بقى. انا دايما يعني طبق الترشي بقلق منه بصراحه، اللي بيقطع ده بسكينه ايده اتجرحت، هل هنضمن ان هو عمل الاحتياطات اللازمه في حاله اصابته وهو شغال وبيقطع بالسكينه؟ الله اعلم، عشان ما نظلمش. فانا اعمل الحاجات اللي تتقطع دي اعملها في البيت. لو سالت الشيف المغازي بتاكل سلطه بره؟ لا ابدا، كلها في البيت. خيار طماطم تقطيع خضار بسكينه، ضامن ان البلانشه نظيفه والسكينه نظيفه والخضار يتغسل وتنشف كويس. حاجات انا بقولها بقى يعني بتكلم اللي في قلبي، اعملها في البيت مش هخسرها حاجه. والرجاله بيحبوا يخشوا المطبخ يعملوا السلطات، يعني ايه المشكله؟ جوزك اجازه النهارده يخش المطبخ يعمل السلطه دي يساعدك فيها. السلطه دي علشان ناكل منها للامانه لازم تقعد في الثلاجه مش اقل من ساعتين ثلاثه بصراحة، يعني ما تتاكلش دلوقتي خالص. لطيفة وتاكل الخيار كله ما فيش أي مشاكل، ما فيهوش بقى خل كتير بقى ويجي مشاكل مع الكولون وحرقان على الكولون. شايف الخيارة بتلمع ازاي؟ ولما تشتري الخيار اشتري الخيارة اللي هي ما تبقاش طرية من جوه.
تلاقي عند الراجل الفكهاني كده يقول لك ده خيار بلدي والبلدي يوكل. اللهم صل على النبي. زي الفل. نعمل ايه بعد كده؟ معايا طماطم لزوم الشيء، معايا بصلايه حلوه، بعمل تركايه كده. ده برزنتيشن يعني، مطلوب منك برضو انك تعمليه. حاضر عينيا. عايز نشوف الكيكه نطلعها من الفرن، بس انا عايز اعمل حلقات البصل دي على وش الخيار ده كده، بيدي شكل حلو على فكره. وانا عاشق للبصل بكل الوانه بكل تفاصيله، احمر اخضر ابيض. حلو. تعالوا مع بعض نطلع الكيكه اللي في الفرن بسرعه. حاضر عينيا. طماطمايه حلوه زي الفل. يلا طبق على طول نطق ازاي. حاجه بسيطه ولكن بتفرق في الشكل وفي الطعم. تعالوا نطلع مع بعض كيكه بالجزر بتفاصيلها على الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. روق الدنيا كده. اللهم صل على النبي. نعم حاضر. واحنا في الفرن جاهز هنجيب توزبيكس اللي هو بتاع الشيش طاووق، عارفينه كلنا. وتضمن ان هي استوت ولا ما استوتش ازاي؟ بعمل كده. مخرجنا الجميل. تطلع زي الشعره من ما فيش حاجه. تاني واحد اهو، بس لازم نمسح نمسح التوزبيكس تاني اهو. عاملين زي ما نشوف الزيت العربيه الصبح. والله العظيم. الحاجات دي انا بقولها اللي في القلب بيطلع على القلب. تاني اهو. مفيش كلكعه، مفيش مكانه، زي الفل، مستويه وزي الفل يا عم الشيف. طلعها من الفرن. احنا معانا تايم يا رجاله؟ معانا قد ايه التايم بالظبط؟ بما يرضي الله. عشان عايزه شويه. طب خليها شويه كمان زي الفل. شكلها حلو عجبني قوي بجد. هنخليها في الفرن كمان الاربع دقايق اللي المخرج سمح لنا بيهم. طيب معانا رز بالشعريه، عدل طاجن الترلي، معانا سلطه لطيفه وجميله شكلها حلو قوي. السفرة دايما يكون عليها شويه الجرجير الحلوين دول. جرجير مفيد، قيمته الغذائيه عاليه جدا. معانا مشاكل مع الاطفال الحلوين مش بيحبوا الجرجير يا بابا. ليه؟ لانه فيه ماده سبايس شويه زيه زي الجنزبيل. ولكن اقول لك على طريقه حلوه تخلي الجرجير ما فيهوش الماده السبايس او مش سبايسي او اللي هو ماده الحرقان شويه، زيه زي الفجل، زي الفجل وزي البصل الاخضر. عصري عليه عصره ليمون وزيت زيتون، تاكل منه زي الحلاوه. عندك برتقان، عصر البرتقان عليه. عندك يوسفي، عصره يوسفي عليه. اي ماده حمضيه على الجرجير بتتلاشى موضوع السبايسي او الحرقان اللي بيبقى موجود فيه. تعالوا نغلف طاجن التورلي بتاعنا ببساطه كده. الله، لسه ما خلصتش. ده انا معايا حاجه مهمه جدا لازم اعملها للامانه، يعني مش عايز اقلب الموضوع وخلاص. لا، طاسة على النار، نار شديده زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الطشه عينيا. وانا مخلص والله يا رب. ده مش وقته خالص، لازم تولعي بسرعه. بسرعه. هعمل ايه بقى؟ مكعب او معلقه سمنه حلوه بسرعه كده في الطاسه. هعمل طشه للطرلي عباره عن سمنه بلدي بسرعه اهي، معلقه كده صغيره. حلو. ومعانا فص ثوم حلو، ومعانا شويه كرفس بلدي او كزبره خضراء. اوعي تستنى على التومه لما تتحمر، ازعل منك، لان هي لو اتحمرت هتخلي لك الطاجن التورلي ده مر. شيل ده من هنا. حاضر. ايه اللي تقول لي عليه؟ عينيا اهو بسرعه. هنعمل حاجه سريعه كده عشان النار دي بسرعه. يلا اهو. انا عايز هنا التومة مع السمنة أو الزبدة أشوحها كده. معايا هنا اللهم صل على النبي شوية كزبرة خضراء. يا سلام على طشة الكزبرة دي يا شيف لما تحطها على طاجن تورلي. يا سلام على طشة الكزبرة دي يا شيف لما تحطها على طاجن بامية باللحمة الضاني. تاخده سكة تانية ومكان تاني خالص. شفت التومة دي؟ تاني. سريعا. الله، وانا معكم واحده واحده. اوعي التوبه تتحمر منك. عينك عليها. عندك بيبي بيعيط
سامحيني شوي اهو، ننزل بالكزبرة الخضراء. يا ويلي هو ده. شوية ملح عشان نحافظ على خضار الكزبرة في قلب الطاجن. يلا يلا زي ما هي كده. على فين يا عم الشيف؟ مع الزلزال. يلا يلا الكاميرا. هو ده. ده الطاجن الترلي اللي هو طعمه مختلف غير اللي بتاكليه وغير اللي بتعمليه. ألف أنا وشفا للي ياكل منه. أغرف يا باشا. معانا الطاجن بتاعنا، اللهم صل على النبي. عينيا خلاص والله. حاضر. طاجن ترلي باللحم الكندوس باللحم الضاني. ممكن عادي، ممكن يتعمل بفراخ صدور عادي، مفيش أي مشكلة. نجيب صدور الفراخ تتقطع كرهات صغيرة وتتحط مع الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده، وتبقى لطيفة وحلوة. أنا مش عايزك تقف عند حاجة معينة، المطبخ ده لما بقول رؤية وفن وإبداع مش من فراغ، ملعبك. شوية الشوربة اللي أنا عينيا والله. الله. زي الفل. زي على فين؟ هنا مكانه أهو. مكانه هنا حبيبي هارتي. الله. هطلع الكيكة بتاعتي بسرعة عشان وقتنا خلاص سرقنا. هنا مكانها. الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كيكة بالجزر والزبيب، خدت وقتها المسموح بيه. الله. اهي ألف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، فيها معلومة غير معلومة، حتى ذوبان البيض سريعا يخفق مع السكر أولا، معلقتين دقيق على الزبيب علشان يبقى الزبيب منتشر في قلب الكيكة من جوه، سلطة الخيار الجميلة اللي عملتها بالثوم والنعناع، حطيت ثوم عشان ريحة الثوم، حطيت نعناع مع الثوم عشان ريحة الثوم في بقنا. عملنا كمان رز بالشعرية لطيف وجميل. عدل طاجن الترلي بتاعي، التركية اللي أنا عملتها لطاجن الترلي بتاعي بالشكل ده كده علشان الكزبرة مع التومة بتدي طعم قوي وبتعلم من شخصية الطاجن الترلي بتاعي. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.